رمضان معروف بالعسلة والزابية، وفي قبول عليها كويس وماشي الحمد لله. رمضان بروح رمضان في أقبال بنسبة كبيرة جدا، وفي الأفطار طبعا نسبة قليلة، لأن هذا موسمها في رمضان. هي هذا على سير الأقبال في جماعة يحبوا يفطروا على بداية الفطور كذا. ما تغيبش على العسلة والزلابية ضروري، السفرة يعني رئيسية في الإفطار معظم العائلة. الله يسارها باعتباره مرتبط بهالامور ثانية، مرتبط بالسكر زايد يقول لك، ومرتبط بالزيت زايد، ويرتبط الأسعار تابعة بعضها كلها. فلهذا يقول لك الزلابية يعني يتكلف فيها كذا كذا، ما تقدرش أنت تقعد تناقش فيه، بتاخذ حاجتك وخلاص. أكلة شعبية هي في رمضان، هي ضرورية، والإفطار ضروري يكون في الحاجة الحلوة. أسعار هي زايدة على في الزايد، كيلو ب 20 جنيه 10 جنيه ما يدير لك شيء طبعا. نكهة رمضان طريق بالعسل إن شاء الله. ما زال فيها إقبال ولازم موجودة في الأجواء الرمضانية، أكيد ما نستغنوش عليها.